انفسها عزوف الشباب الان. اي عزوات. اي تسمح لي يا سي ابو عبد العزيز بقول كلمتين. تفضل. اولا المطلقه انا في نظري انها تملك ميز ما يملكها غيرها، لانها اخذت قبل، يعني فيه ميز اخذت لها، الظروف اللي طلقت فيها، هل والله العيب منها، من زوجها، من كذا، هذه تحكمها الامور. لذلك انا اقول المطلقه فيها ميزه انها تملك مميزات اخذت بسببها قبل. اما عزوف الشباب ما في شيء اسمه عزوف، في شيء اسمه صعوبات الوضع، صعوبات المهر، صعوبات كذا، بالتالي ما قدروا، مو بعزوف. لو تقول ودك تعرس قال لي لكني ما اقدر. بس تفضل ابو عبد العزيز. هو كلام ابو عبد المحسن كلام جميل، وكل كلامكم جميل، وانتم جميلين وانتم الجمال كله، انتم فان تحدث الجمال قال الأجاويد، الله يجزاك، فتجمل الجمال بجمالكم إذ أن جمالكم جمل الجمال. يا سلام. تفضل يا أبو. أقول بالنسبة للمطلقات زي ما ذكر أبو عبد المحسن، بعض المطلقات سبحان الله العظيم تسوى كثير من النساء. يا سلام. من العقل والاتزان وبعد النظر، لكن هذا أمر الله، طلاق ما هو. وأنا أعرف قصص كثيرة يعني تزوجت وما شاء الله. أنا أعرف واحدة شابة طلقت من كذا زوج، تزوجت الزوج هذا الآن ما شاء الله عنده منها حول 6 أو 7، وتزوجت بنتين، وهي طلقت مرتين وخذاها رجل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أما الشباب ففعلا يعني ما في قضية، صح في عزوف لكن في صعوبات، بعضهم يقول أوه شقة وكذا وأشوف الوضع، لكن لو أنها الآن فيه مساهمة كبيرة في هذه الدولة المباركة، والدولة والله الحمد مباركة، بعض المحسنين أو بعض اللي سلمك الباري عنده بنات ويشوف واحد أجودي يناديه بدون ما يقول له. الحين بعض الناس مات قلت تعال أنا أبسلفك 40,000 50,000 سلف، خله يجي بعد 4 سنين 5 سنين 10 سنين بياخذ بنيتك. الله. بياخذ بنيتك الحين، ترى أمر كبير مو سواليف، وش يضرك. لكن بعضهم الصعوبات لبعض الشباب، ولا تلومه لا تلومه، لكن الأمور ميسرة. أنا أقول المفروض الآن الآباء وحنا الأولياء إن نكون سلمكم الله نيسر، نيسر الحمد لله، الأمور ميسرة، تستر بنيتك، ونسأل الله لنا ولكم الستر. التيسير، الصعوبات والتيسير، أهل البنت ترى يزوجونك بنتهم، ممكن يطلبون عليك مهر بسيط، مهر وبكيفك، لكن الصعوبات احيانا انت الشخص المتزوجه وابوك واسرك تفكرون في الصعوبات وتروحون انتم بانفسكم. شلون تروحون لك تاخذ لك فندق ولا قصر ب 70,000 100,000؟ صحيح. هذه من الصعوبات اللي انت ليش تروح لهذا؟ انت تركز على الشقه وركز على الزوجه، واذا اهل الزوجه برضه اسوياء وطيبين واعجبتهم ترى ما هياخذوا عليك واجد، وما هيقول سووا وحطوا وجبوا وودوا وروح، أنت وطيبك وأنت وقدرتك، صح ولا لا؟ صحيح. لكن أنت تقول أنا والله أنا مشكلة، أنا لازم أسوي زواج في الفندق الفلاني، في القصر الفلاني، طيب ليه؟ ما القصر الفلاني بكلفك بس إيجار ليلة واحدة 120,000؟ هذا هي الصعوبة، أنت رحت لها بنفسك، ما ودوك يا أهل البنت ما أرسلوك لها، أنت رحت لها، أنت اللي صعبتها على نفسك. صحيح. فأنت ركز في شقة، عاد اللي ما يقدر شقة ولا يقدر مهر البنت ما له كلام عندي، هو أبخ سبحاني، من استطاع منكم الباء. الباء الآن فيها ناس عندهم بنات يزوجها بمبلغ ضئيل ولا شيء، بس ما يهمه المهر، ما يهمه، يبي رجال، ما رجل عاقل يهمه مهر بنته، وإن فيه رجال أعرف من يدفع من جيبه لزواج بنته. بس الجهة المقابلة الأم والأخت والأب ونبينا حفلة ما صارت في الكون، وبعدين هل تضمنون أن الزواج ينجح بعد الحفلة اللي ما صارت في الكون؟ هل تضمنون أنه يسدد الديون اللي أخذها؟ هنا يحتاج إلى فكر، صح ولا لا؟ صح. وش بتقول بعايش؟ أقول بعض مو اللوم ما نحط على النساء، أغلب الرجال بعد فيهم سيئين، يعني ما في شك. صح. في واحد جاء لعمه قال يا عمي تكفى زوجني فلانة بنت عمه، اسلم تكفى زوجني اياها، هو يعرف ولد اخوه وابخص فيه، قال فلان انفق وراك، انفق شوي، ما جانا طيب منك ولا تزوجناك. قال ايش؟ ما جانا طيب منك ولا تزوجناك،
انفق عنه يقول تكوى يا عمي زوجني اياها. هو عارف انه ما من ما يبيه يعني، ما هو الشخصيه اللي هو كامله اللي يبيها بالضبط. قال انفق عنه شوي، اما جاء اطيب منك ولا زوجناك يعني خليك اصبر شوي اصبر يمكن يجي اطيب منك. وهذه يعني وهذه مشكله ايضا. إيه مشكلة. لو ما جاء احد بيزوج هي يعني بيبلش البنت به شغله والله مش شغله. لكن ايضا ترى في نقطه مهمه احنا نغفل عنها، هي الدعاء. اسال الله عز وجل ان يبرهم بالصالح من خلقه، واسال لأولئك الشباب ان يبرهم بالصالحات من خلقه. يعني لا تحرمون ابنائكم دعائكم ولا تحرمون بناتكم دعائكم. ترى احيانا دعوه توافق باب مفتوح تفتح لها افاق ما كانت تتوقعها وتتوفق وتنطلق مع زوجها. لذلك لا تحرمونهم دعواتكم حتى اسال الله عز وجل. الحس بعد يا جماعه الحس يعني واحد عين على ولد قريب لهم من الأسرة وحوله ولد وتزوج واحدة غير بنته، يا أخي ادعو له. لا تحسد وتحقد وتقول ماخذ بنتي وتضغينة، هل الله يرزق بنتك صح ولا لا؟ نعم. فأنت ادعو له وادعو الله لبنتك. ما أنت الناس ما في شك ما في شك. عسى الله تقول أم محمد تسأل سؤالين. السؤال الأول تقول عندي مبلغ مالي وأريد التبرع به في وقف حائل، هل هو باقي ولا انتهى؟ لا ما زال مستمر وفي مراحله الأخيرة. أسأل الله عز وجل أن يسمح أمره يا ربي يا الله، ونبشر باكتماله عاجلا غير آجل. ما زال يا أم محمد موجود. وتقول أيضا في موضوعنا تقول البنات الحين متطلباتهم صعبة، لازم حفلات وسفر خارج المملكة ويهتمون بالتصوير وجيب وجيب، والشباب يبغون يتزوجون بس ما يقدرون يغطون كل طلبات الزواج. وبعض الشباب الحين رواتبهم قليلة ما يقدروا يجيبون كل طلباتهم. أكثر الشباب ما لقوا وظائف، يمكن عشان